متابعي قناة أمون تي في شو. إذا كنت مشترك جديد في قناتي لا تنسى أن تضغط على زر الاشتراك وتكتب لنا تعليق على إحدى فيديوهات الألعاب ألعاب الفيديو لتدخل على السحب الشهري لألعاب الـ LOL Surprise. لا تنسوا أن موعد المسابقة يوم 1/6. حسنا يا أصدقائي دعونا نبدأ الحلقة. حلقة اليوم أحضرت لكم فيها لعبة جديدة أنا أحببتها عندما رأيت الإعلان على التلفاز، أحببتها كثيرا، أحببت أن أحضرها لكم لكي أعرفكم عليها. وهذه اللعبة هي آي ديك مونسترز. انظروا إنها تشبه قطعة الآيس كريم. حسنا يا أصدقائي دعونا نتعرف على هذه اللعبة الجديدة، هيا لنبدأ. انظروا أيضا إلى الديكور، أصبح أيضا باللون البنفسجي، هذا لوني المفضل. سعر هذه اللعبة 20 دولار. اسمها آي ديك مونسترز. وات؟ فتح اللعبة. انظروا إنه يبتلع قطعة الآيس كريم. أعتقد أن قطعة الآيس كريم بداخلها مفاجآت. انظروا كيف؟ يجب علينا أن نزيله. يوجد أداة. سوف نقشر الآيس كريم لنحصل على التي بداخلها. وأعتقد أنها هذه. لذلك سميت آي ديك مونسترز. أصدقائي هيا نفتحها ونتعرف عليها. ها هو المونستر. قطعة الآيس كريم هذه. انظروا إلى هذا الحوض، أستطيع أن أجعلها مسبحا للإلو إل. أو ها هو المونستر، إنه باللون البنفسجي. ها هو الوحش الجميل الذي حصلنا عليه. واو ما أنعمه، إن ألوانه في غاية الجمال. هيا أيها الوحش اعترف، ماذا أكلت؟ ها قد اعترف بسهولة. ها هو الشيء الذي ابتلعه هذا الوحش. ها هي إنها قطعة آيس كريم. وحصلنا أيضا على هذه القائمة، ها هي قائمة الشخصيات التي سوف نحصل عليها. واو شخصيات جميلة. انظروا الشيء الجميل هنا أن هذه الشخصيات تتبدل أيضا في الماء البارد مثل ألعاب الـ LOL Surprise. سوف نتعرف عليها. وأيضا حصلنا على هذه الأداة، أعتقد أنها تشبه السكين. هذه الأداة أعتقد أنها لكي نقشر بها مثل ما رأينا في الصورة. يوجد هنا تحذير بأن هذه المادة لا تؤكل. هي لنرى. هيا لي. أوه تحتوي على ماء. هيا سوف نحاول أن نقشرها. واو ما أجملها، يا لها من عملية جميلة. نريد أن نخرج المفاجآت التي بداخلها. نجرب بهذه أيضا. واو انظروا. واو يا لها من فكرة جميلة. أعتقد أننا اقتربنا. ها هو الكيس. الشخصية التي حصلنا عليها، أعتقد أنها إما شخصية عصبية أو شخصية بردانة. شيفرينج مانجي هي شخصية ترتجف، إذن هي شخصية بردانة. الشخصية لا تحب أن تشعر بالبرد، تحب الطقس الدافئ، لذلك سوف نضعها في الماء البارد لكي نتعرف على تبدلها. بارد. واو انظروا إلى هذا التبدل الجميل. لم أرى تبدلا مثل هذا. أرأيتم كيف تتبدل؟ انظروا معي. هيك